التنافس الجماعي في ألعاب الفيديو تحول إلى صناعة كبرى تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات سنوياً، واقع أدى إلى بروز ما يسمى ظاهرة الرياضة الإلكترونية، رياضة ربما تدور رحاها أمام الشاشات لكنها تشبه الرياضة التقليدية سواء لجهة الجمهور أو التعليق. جمهور هذه الرياضة ينقسم بين أولئك الذين يحضرون البطولات شخصياً وبين متابعيها عبر الإنترنت، فمنصة تويتش على سبيل المثال تملك أكثر من 100 مليون مستخدم شهرياً. هذا العدد الهائل من المشاهدين دفع بعض القنوات التلفزيونية الرياضية إلى بث بطولات الرياضة الإلكترونية مباشرة على الهواء. الرياضة الإلكترونية ضخمة بطبيعتها، فعدد اللاعبين وجمهورها كبير جدا، وهي منتشرة بكثرة عبر شبكة الإنترنت ومنصاتها المختلفة. دعني أقول إن الحاجز الفاصل بين الرياضة الإلكترونية والرياضة الحقيقية يتلاشى بسرعة، وقد بدأت قنوات رياضية عالمية في نقل مجريات بطولات الرياضة الإلكترونية مباشرة على الهواء. هذه الظاهرة العالمية التي اشتهرت بداية في كوريا الجنوبية ثم في أوروبا والولايات المتحدة بدأت بالانتشار في العالم العربي، واليوم هناك العديد من اللاعبين العرب الذين سلكوا درب الاحتراف في عالم الرياضة الإلكترونية. في واحد من السعودية اللي هو الشاري مثلا، في ناس مثلا حق سريت فايتر بعد من السعودية، في واحد اسمه سيد هاشم من البحرين راح حق باريس. نوعا ما الناس قاعد تشوف ان في فرص قاعد تنفتح، فبسبب الكلام ذي من الناس الحين قاعد تشجع زيادة، تبي تتمرن زيادة، تبي توصل، تبي تحس ان تبي يصير لها مكانة، اسم معين، مبالغ معينة انه راح يربحها. وتقدر الأرباح السنوية التي يجنيها اللاعبون من مشاركاتهم في بطولات الرياضة الإلكترونية بأكثر من 270 مليون دولار. ويتوقع الخبراء أن يتجاوز حجم أرباح الرياضة الإلكترونية المليار دولار بحلول عام 2018. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، جزر المالديف. وينضم إلينا في الاستوديو العائد للتو الزميل محمد عنتر، وأيضا موسى البلوشي، ولكن كنت بس معنا. بس هو منور أكثر، منور لأنه بين عليه استجمام وراحة من جزر المالديف. يعني في الرياضة، الرياضة الإلكترونية والرياضة التقليدية. شو بتحكي لنا على التجربة تبعك في جزر المالديف؟ بالفعل هذه ربما المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة عالمية في ألعاب الفيديو. هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في أنحاء العالم، وبدأت بالانتشار فعليا في العالم العربي، وبدأنا نشاهد لاعبين محترفين يحترفون رياضة ألعاب الفيديو ويحققون الأموال أو العائدات، فقط يعتمدون على ما يحققونه من عائدات من خلال ألعاب الفيديو. كيف تقيمها محمد؟ يعني إلى أين وصلت برأيك هذه الرياضة؟ يعني هذه الرياضة اليوم هي ربما كما يقول الخبراء الأكثر نموا في العالم. هذه الرياضة تملك جمهور يقدر بأكثر من 130 مليون مشاهد يتابعون الرياضة الإلكترونية وبطولاتها عبر منصات تويتش على سبيل المثال، يوتيوب جيمينج وغيرها من المنصات الإلكترونية. نعم. وأيضا هناك قنوات تلفزيونية رياضية عالمية بدأت بنقل مجريات بطولات الرياضة الإلكترونية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. هذه الرياضة بدأت من كوريا ثم انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة، واليوم بدأت بالانتشار بشكل حقيقي في العالم العربي. تنتشر الرياضة في مناطق محددة، وهل تختلف الألعاب باختلاف المناطق؟ بالفعل، يعني كما لاحظت وكما قال لنا اللاعبون، الألعاب الاستراتيجية هي الأكثر انتشارا في آسيا، أما في أوروبا والولايات المتحدة فهناك انتشار لألعاب التصويب والألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة، تصويب ألعاب القتال مثل كول أوف ديوتي على سبيل المثال. نعم. ما أهمية الرياضة الإلكترونية محمد، سواء بالنسبة للاعبين أو حتى بالنسبة للشركات؟ يعني بالنسبة للاعبين الأهمية أنها يعني ربما الواحد يعني يلعب ويأخذ الأموال، يعني يلعب ويجوع أكثر. أنا ألعب ويجوع أكثر. يعني الألعاب الإلكترونية تشهد يعني انتشار كبير، وعلى سبيل المثال مثلا في الولايات المتحدة هناك شركات بدأت هي تقوم، شركات الألعاب نفسها
بدأت بتمويل بطولات الرياضة الإلكترونية وإقامة هذه البطولات للتنافس. هناك على سبيل المثال ب 2016 بطولة تبلغ قيمة جوائزها 3 مليون دولار في لعبة Call of Duty ستكون في الولايات المتحدة. أما اللاعبون فاللاعبون المحترفون يحققون هذا أرباح. ما كنت أريد أن أسألك عنه يعني محمد اللاعبون عن الأرباح. الأرباح يعني هناك لاعبون مسابقة. محترفون يحققون ما يصل إلى 1.9 مليون دولار من خلال هذه الألعاب سنويا. هلا موسى هل نمت هذه الرياضة؟ أنا أمانة يعني شاهدت التقرير لعنتر، لكن لا تقتصر البطولة فقط في أوروبا، أعتقد هناك بطولة سنويا تقام في إمارة أبو ظبي في بطولة بلاي ستيشن. صحيح تحدثنا عنها كذلك قدم. وتفوق جوائزها المليون درهم إماراتي. أيضا بطولة الألعاب الإلكترونية أعتقد هناك البطولة تقام سنويا في العين وعدد جوائزها تفوق 100,000، فهي لا تقتصر فقط لأوروبا. طبعا يعني هي بدأت بالانتشار. مهنة وهواية مربحة في النهاية. مهنة وهواية يعني هي مهنة وهواية بالفعل، ومهمة هناك أكيد بالنسبة للاعبين وبالنسبة للشركات وحتى يعني من يستفيدون. أيضا ليس أيضا هناك ما يسمون الكاسترز، أولئك الذين يقومون بممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت ويعرضون أنفسهم عبر منصات تويتش على سبيل المثال أو يوتيوب. هؤلاء يملكون ملايين المتابعين، ويعني منذ أيام هناك أحد الأشخاص الذي يقوم بلعب ماينكرافت، لعبة ماينكرافت الشهيرة على يوتيوب، يعني اشترى منزلا في هوليوود بقيمة 4.5 مليون دولار، وكله من العائدات التي يحققها من خلال الإعلانات على يوتيوب وتويتش وغيرها من المنصات. والله شغل حلو. أبرز ملاحظة رجعت بها محمد من جزر المالديف، أبرز ما شد انتباهك يعني؟ سنكون مع عدد من التقارير لاحقا على سبيل المثال. طبعا يعني هناك المشاركة العربية. أريد أن أسأل تعليقك تحديدا على المشاركة العربية. المشاركة العربية كان هناك مشارك لاعب سعودي وهو من تونس أيضا. صحيح، من السعودية من تونس، وكان هناك لاعب من سوريا. يعني للأسف اللاعبون العرب لم يحققوا نتائج مبهرة، على الرغم من أن اللاعب السعودي عبد العزيز الشهري هو بطل العالم في لعبة فيفا، ولكنه تعرض للخسارة من ربما شاب مالديفي يعني صغير. طبعا سنتابع في الأيام المقبلة التقارير التي حضرتها. والله شوقنا للتقارير الثانية. شكرا لك محمد عنتر العائد للتو من جزر المالديف.